سلام البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، الجزء الثاني ديال كيفاش نسديو الخيط في المرمى. ها نتوما كنحزموا الخيط هنا في هذا المسمار، هذا اللي درناه في الوسط في الخشبه، كتحزميه مزيان وكندخلوه في السنينات، السنينه الاولى ديال المرمى، وكنبقاو نسديو. كنلويوه المسمار اللي كاين عاوتاني في الجهه الاخرى، عاوتاني نحشيوه في السنه الاخرى ونرجعوه للجهه الاخرى، حتى كنديروا شحال ما عندنا من عقيقه في الطوق كنديروا ديال الخيوط، غير هي كيكون خيط واحد زايد. بحال دابا عندنا 25 عقيقه في الطوق، كنديروا حنا 26 خيط. هانتوما حتى كنساليوهم كاملين وكنحزموا الخيط، وضروري الخيط يكون هانتوما البنات ديال النيلو 60 على 2، 60 على 2، هذا هو الخيط اللي كنخدموا به المربى. هانتوما كنسديو حتى كنساليو. هانتوما البنات احنا سالينا التسديه ديالنا، شفتوا؟ شفتوا هانتوما؟ غير هو التسديه درت سنينه حدا سنينه على حسب المهرس، حيت كنخدم انا بالمهرس هانتوما، حسب المهرس رقيق خصنا ضروري سنينه حدا سنينه. اما الا كان التوبي اولا الزمرد كنديرو سنينه وكنخليو سنينه، فهمتوا؟ يلا البنات وشكرا على المشاركه، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. يلا السلام عليكم، وتسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله الجزء الثالث، باش ديك الساعه نبداو الخدمه، تشوفوا كيفاش الطريقه باش كنبداو الخدمه وكي كنديرو، نشوفوا في الرشمه. يلا خليتكم على اخر.